خلوني أطرح المسألة على اللواء ماهر عيسى الخبير الأمني. سيادة اللواء، ليه الإحساس ده بدأ يصلنا؟ يعني إيه 3 حوادث على أطراف العاصمة الكبرى بيتنقلوا ما بين حلوان والقاهرة الجديدة والمعادي، ودايماً إحنا في لحظة المفاجأة؟ إحنا يعني الدولة، يعني الشرطة، يعني هذه القوة الأمنية، إيه اللي بيحصل؟ مساء الخير. الأول بعزي أهل الضحايا وأقول لهم حقكم علينا وعلى الشعب المصري كله، لأن أنت حضرتك لو شفت الحادثة والميعاد بتاعها، المفروض إن كان الشعب المصري كله، المفروض إن في عربيات ماشية في الطريق، والمفروض إن أبسط حاجة أي عربية ماشية تشوف واقعة زي دي تبدأ تبلغ، تبدأ تخطر بسرعة، تبدأ تتعامل مع العربية، تحاول تعطلها. أصل الناس اللي بتموت دي مش رخيصة، الناس اللي بتموت دي برضه ليهم أهل وليهم ناس وليهم أولاد وليهم عائلات، فالمفروض الشعب كله يتكاتف من أجل الإنهاء على الإرهاب. طب سيادة اللواء، لحظة بعد إذنك، حضرتك أوصف لي الحادثة علشان أنت بتحمل إنه في أطراف شافت. احنا اللي عندنا المعلومه اللي عندنا بتقول ان في عبوه اتزرعت. هل معنى كده ان العبوه ما كانتش بتستهدف سياره الشرطه وكانت بتستهدف اي سياره مدنيين هتمر؟ انا ما فهمتش. هو يا فندم لغايه دلوقتي المعمل الجنائي بيرفع اثار الحادث، ما حكمش اذا كان في عبوه او ما فيش، بس هو اللي مؤكد انها عربيه دفع رباعي عليها مجموعة من 3 لـ4 كانوا متواجدين عليها، وعدت من جنب العربية بتاعت الشرطة ووقفت قدامها وأطلقت النار بصورة سريعة جدا جدا جدا. وأنت حضرتك عارفة إن عربية الشرطة دايما بيبقى السواق سايق وفي الضابط أو الضابط زميله بيبقوا موجودين جنبي. تمام. وهم تقريبا كانوا بيودوا الخدمات أو بيرجعوا خدمات. فالحادث حادث، طبعا إحنا بنقول إنه حادث جلل وإنه قتل أحد رجال الشرطة أو 2 من رجال الشرطة وأصاب 1 ثالث، بس مش المفروض إن الضابط هيضمه 24 ساعة وهو متواجد في العربية في حالة يقظة. برضه حضرتك دلوقتي قلت في كلامك بتقولي إزاي الضابط قاعد إيده مش على سلاح؟ الضابط سلاحه معاه وإيده عليه وكل حاجة، بس الضابط قاعد في كابينة عربية ورايح يودي خدمة أو جاي من جايب خدمة. اللي طالع ينفذ العملية القصه بتاعته كلها في 10 دقائق انتباه اللي هو هيطلع فيهم. سياده اللواء ما تزعلش مني، اللي ماتوا دول على راسنا من فوق واحنا حرقتنا علشانهم، لكن ان الاوان ان اللغه اللي حضرتك بتتكلم بيها مش دي اللغه المطلوبه. لما 3 حوادث على اطراف العاصمه بالطريقه دي، تفتكر اللي كان بيتمشى وهو برضه بيأدي شغله قدام كنيسه نوتردام كان ايده على سلاحه وعرف يتصرف؟ ما عنديش مشكله ان انا مره هو ينجح، بس لازم مره احس ان سلاحي طالع، مش كل مره انا بتفاجئ. بعد اذن حضرتك، انا القانون حاكمني. اللي هو ايه؟ القانون في مصر حاكمني. اللي هو ايه؟ الضابط حضرتك بتاع كنيسه اللي هي نوتردام لو اطلق الرصاص على شخص هو مشتبه فيه، لو اطلق عليه الرصاص القانون مش هيحاسبه هناك. انا القانون عندي هنا هيحاسب، لو حتى انه متهم ومحاسب له واطلقت عليه الرصاص برضه بنحاسب عليه. ده اللي انا عايز اسمعه منك، يبقى القانون ده بحاجه للتغيير. احنا انتصرنا في التسعينات على الارهاب لما كنا قادرين نحدد مين عدونا وعارفين نتعامل معاه. تمام. يبقى انا عايز اسمع من حضرتك ان القانون بيقيد ضابط الشرطه في مصر وافراد القوه في التعامل. احنا في الغرب بمجرد الشك قبل اي اثبات بيتم التعامل العنيف مع اللي بيهاجم، صح؟ تمام. طيب الكلام ده حضرتك اللي انت بتقوليه ده هو الكلام المظبوط، وهو ده اللي احنا بنقول مطلوب تغييره في مواد الدستور، ان تطلق يد الشرطه مش في القتل العشوائي بس في يعني في محاوله دفاع عن نفسهم، يعني في محاولة الدفاع عن نفسهم. انت حضرتك دلوقتي لسه بتضرب المثل وبتقولي ان هو امام الكنيسة بمجرد ان اصطبه في الشخص ضرب عليه نار وقتله وبعدين تمكن منه وبعدين فحص. انا عندي ما بقدرش اتعامل التعامل ده
انا عندي القانون مقيدني تماما. انت حضرتك احنا من يوم 25 يناير وضباط الشرطه وافراد الشرطه مقيدين قيد غير عادي في عمليه التعامل، ما بيقدروش يتعاملوا. يعني انا عندي الاكمنه بتبقى واقفه في الشارع وشايف العربيه جايه وجايه على اقل سرعه او بدون لوحات ومعدات وبيخاف يطلق عليه النار عشان ما يحاسبش. حضرتك شوفي كم الضباط اللي خضع على القانون دلوقتي واللي محبوسين عشان يعني عايز اقول يعني خدوا الاجراءات الجنائيه زي ما القانون بيقول لهم بس بيتحاسبوا. انا عندي في مديريه امن الجيزه اربع ضباط كانوا لسه محبوسين ولسه خارجين بكفاله، وعندي اربع ضباط قبلهم واخدين كل واحد 5 سنين سجن. كل ده ليه؟ كل ده كله عشان هم بيشتغلوا عشان يحموا امن المجتمع المصري. بالظبط، عشان يحموا امن المجتمع المصري. خلي بال حضرتك مفيش ضابط فينا ولا فرد من افراد الشرطه الا لما حاطط روحه على كفه وخارج في الشارع وهو يعلم تماما انه في اي ايديه هيتضرب بالنار. اللي طالع عليا طالع عارف ان هو طالع هيموتني انا، بس انا مش عارف انا مين اللي هموته. انا مش هموت حد غير لما اكون عارف انه فعلا انسان يستاهل الموت او طالع عشان يرتكب جنايه او طالع يفجر او طالع يقتل، فده اللي انا هتعامل معاه بالسلاح. لكن انا بوصل لمرحله ان انا مش عارف مين. انا في 90 مليون مواطن ماشيين في الشارع، لكن ضابط الشرطه محدد راكب العربيه او لابس ميدي او راكب عربيه شرطه. طيب يبقى هدف بيتضرب. ده اللي احنا لازم نطالب بيه، بس علشان اقدر اطالب بيه بصوت قوي وواضح هكون محتاجه اتاكد. احنا المفترض ان احنا في حاله طوارئ، حتى اثناء تطبيق حاله الطوارئ لا يجوز او لا يحق ام ان الضغوط اللي تعرض لها جهاز الامن المصري هو اللي خلى الحاله تصل بالضباط وبافراد القوى الامنيه ان هم قلقانين من ان هم هيتحولوا للتقاضي واللي حضرتك وصفته ده؟ هي دي الحقيقه فعلا، ان الضباط وافراد الشرطه بتخاف من استعمال السلاح، بتخاف من استعمال السلاح. بقول الطلقه لو خرجت عارف ان هي هتصيب شخص، الشخص ده بقى طلع متهم ما طلعش المتهم هو هيتحاسب، هيتحاسب في الاخر. يعني الضابط او الفرد اللي هيرتكب اطلاق الرصاص من سلاحه هيحاسب محاسبه غير عاديه وهيحاسب حساب عسير، وده اللي مؤدي الى الانهيار اللي بيحصل الان. الضباط واقفه في الاكمنه ومعاها السلاح ولابس السديري وبيهاجم وبيطلق عليه النار وهو بيخاف يطلق النار على من اطلق عليه النار. أنا يعني لا، احنا بنطالب مع حضرتك فضل. بصوت الاعلام المصري الحر المحترم بتغيير مواد الدستور وتطلق يد الشرطه في مقاومه هؤلاء. أنا مش عشان الشرطه، حضرتك كل الناس تعلم تماما ان احنا كلنا فدا مصر، كلنا فدا مصر، وكلنا بنؤمن المواطن المصري اللي بيمشي في الشارع، اللي هو حقه في رقبتنا انه يمشي في الشارع بسلام وامان، ان ما حدش يعتدي عليه، بس اديني الاليات اللي اقدر اشتغل بيها. تمام، ما تكتفش ايديا بالحديد وتقول لي قاوم اللي قدامك. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء ماهر عيسى الخبير الامني.